السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الدرس الأول للإنجليش إن شاء الله. طبعا هعلمكم أول حاجة هي معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس بالإنجليش. مبدئيا كده عايزين نعرف نقرأ وإيه هي الكومة اللي محطوطة دي وإزاي ممكن أقراها في الجملة. طيب أنا لو هقول إيه، يعني حضرتك لو هتيجي تقرا الجملة دي هتقراها ازاي؟ هتقول بيس، طبعا لازم دي بي تقيلة، فلازم تقول البي منطوقة، دي البي دي عكس البي دي تماما في النوت. هنقول ايه؟ بيس، ميرسي، اند بليسنج. طيب بيس، ميرسي، اند بليسنج. شوف انا نطقت البي دي ازاي والبي دي ازاي. peace mercy and blessing of Allah. طيب هنا دي معناها، معنى الجملة دي لو انا عايز اقولها بالانجليش، لو عايز اكتبها هكتبها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طب لو عايز اقولها هقولها ازاي؟ هقول peace and mercy and blessing of Allah، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أقولها بشكل تاني، peace and mercy and blessing of God. يبقى الله بتحل محلها كلمة God. طيب يبقى هنقول آخر مرة، peace and mercy and blessing of Allah، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من حضرتك انك تحفظ الجملة قراية، وفي نفس الوقت تكون تقدر ان انت تكتبها، فانت بكده هتبقى عرفت الجملة كاملة وعرفت نطقها. انا حبيت ان انا اشرح لكم انجليش عن طريق الجمل الكاملة، ازاي انا اقدر اعمل جملة كاملة في حياتي اليومية. الهابت بتاعتك او العادات بتاعتك، اما بتصحى من النوم الصبح بتعمل ايه، بتنزل تروح الشغل، كل حركة حضرتك بتعملها ليها معنى بالعربي، تقدر تقولها بالعربي. انا هحاول ان انا اديك قصادها المعنى بالانجليش، فبكده حضرتك مع الاستمرار هتبتدي ان انت تحفظ كل الحركات اللي بتعملها في حياتك اليومية العادية بدون تعب ولا ارهاق. هتلاقي نفسك بتتكلم انجليزي، يعني حضرتك على طول بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتجرب تقولها peace and mercy and blessing of Allah. خلاص انت كده عرفت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالانجليزي. طب تمام، هنخش على نقولها تاني آخر مرة، peace and mercy and blessing of Allah، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنخش على الجملة التانية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، with the name of the God the merciful، with the name of the God the merciful. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم معناها with the name of the God the merciful. طب احنا اتفقنا ان انا اقدر اشيل God واحط مكانها الله. with the name of the of، مفيش the بقى، of the God، يبقى هشيل the God كلها لان the دي تعريفية. يبقى انا لو حابب اقولها بشكل تاني هقول with the name of Allah the merciful. ممكن نكتبها برضو with the name of، with the name of Allah the merciful. with the name of الله the
merciful. طيب هي نفس المعنى. يبقى اقدر اقول with the name of Allah the merciful، واقدر اقول with the name of the God the merciful، معناهم الاثنين بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتاخد الاثنين عشان انت برضو لو حد قالها قدامك تبقى فاهم ان دي صح ودي صح. نتكلم عن الحالة الثالثة. No God but Allah Muhammad is his messenger. No God but Allah Muhammad is his messenger. معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هنا مش هينفع أشيل God وحط الله. ليه؟ لأن God هنا جاية بمعنى إله، فمش هينفع اقول نو الله بط الله، يبقى اقول نو جاد بط الله، مفيش اله غير الله. يبقى هنا هي جاب معنى اله فما ينفعش اشيلها، هي موجوده زي ما هي. نو جاد بط الله محمد از هيز ماسنجر، لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب نخش على اول اكشن. لو حضرتك عايز تقول انا هصحى الساعه 6 صباحا، طبعا ليها اكتر برضو من شكل. يعني لو هقول سوف استيقظ الساعة 6 صباحا، او هقول ساستيقظ الساعة 6 صباحا، يبقى هنقولها ازاي؟ I will wake up. I will wake up. وال هنا جاية بمعنى سوف، يبقى I will wake up at 6 o'clock a.m. او in the morning. بس خلينا احنا نبقى في جملة معينة سهلة وبسيطة ليك. يبقى هي عشان اقول انا سوف استيقظ السادسة صباحا، يعني انت مع واحد صاحبك بتقول له لا انا مش هسهر انا هقوم يا عم الساعة 6 الصبح، يبقى هقولها ازاي؟ I will wake up at 6 o'clock a.m. طيب لو عايز اخطفها وما طولش فيها، I will wake up 6 a.m. الاتنين صح. يبقى I will wake up 6 a.m. برضو نفس المعنى. طيب I woke up. I woke up. طبعا هنا wake up، هنا في A هنا في O، ده طبعا فعل وده فعل، بس ده فعل جاي عشان جاي قبليه will، يعني حاجة في المستقبل لسه ما حصلتش، سوف تحدث. طيب ده الماضي بتاعه، الماضي بتاعه يعني صحيت خلاص. I woke up، صحيت من النوم. يبقى الفرق ما بين wake بالA و woke بالO ان ده الماضي بتاع ده، بس wake هنا هي اصل الفعل، يبقى I will wake up 6 a.m. طيب هنا I woke up، صحيت من النوم خلاص. طيب هنا انا اول ما بصحى من النوم بقول ايه؟ انا هروح الحمام. انا هروح الحمام، هروح يعني لسه ما حصلش، يبقى سوف اذهب الى الحمام، يبقى I will go to the bathroom. I will go to the bathroom، سوف اذهب الى الحمام. طب انا هقول انا دخلت الحمام، I entered the bathroom. I entered the bathroom، دخلت الحمام. طب ذهبت الى الحمام الماضي، يعني هنا احنا قلنا I will go. go ده الاصل برضو، ده الفعل الاصلي. تمام، هنا هقول انا رحت وخلاص، يعني رحت الحمام وخلاص. I went to the bathroom، انا ذهبت الى الحمام. اتمنى يكون الفيديو تستفادوا منه، تتعلموا منه انجليش. طبعا لو في اي حد عاوز يعرف اي حاجة بالنسبة لي اللغة، يعني اي جمل هو عاوز يتعامل بيها في شغله، لاني طبعا لو هنتعامل ان انا هدرس او هدي لغة للاطفال هيكون الكلام مختلف. انا عايز بس اديكم جمل تتعاملوا بيها في حياتكم اليومية، تخشوا معايا كده في الانجليش وتلاقوا الموضوع سهل ولذيذ. ممكن بعد كده ابسط لكم اكتر في حاجة شايفيني انا مش بقولها
او عايزيني احسن منها انا تحت امركم. انما انا فضلت ان انا ابدا معاكم بجمل كامله تقدر تقولها، فبالتالي لما تكررها في حياتك اليوميه، يعني حضرتك لما تيجي تقول سوف اذهب الى الحمام او انا هروح الحمام، لسه هتروح، فتقدر تقولها بالانجليش I will go to the bathroom، يبقى انت حفظت الجمله لان دي حاجه انت بتعملها كتير. طبعا التليفون بتاعك هتدور عليه، انا هنزل حاجات للحاجات دي كلها اللي بتحصل في حياتك اليوميه العاديه، بحيث ان تكرارها معاك لما تقولها بالانجليش وتكتبها تلاقي الموضوع سهل معاك، انك حفظت كم من الجمل كبير، وبالتالي يكون الموضوع سهل بالنسبة لك لما اجي اكلمك في المضارع البسيط والمضارع، يعني في الازمنة او الجرامير بتاع الانجليش، ان انت تقدر تحدد الازمان. ده طبعا هيكون سهل عليك كتير جدا. مراجعة سريعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and mercy and blessing of Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With the name of the God the merciful. With the name of Allah the merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. No God but Allah, Muhammad is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله. I will wake up at 6 o'clock a.m. سوف أستيقظ الساعة 6 صباحا. I will wake up 6 a.m. سأستيقظ الساعة 6 صباحا. I woke up، صحيت من النوم. I will go to the bathroom، سوف أذهب إلى الحمام. I entered the bathroom، دخلت الحمام. I went to the bathroom، ذهبت إلى الحمام، ومعناه إن أنت ذهبت وخلصت. يعني حد بيقول لك انت كنت فين، بتقول له I went to the bathroom. والسلام عليكم ورحمة الله.